حنا فرحانين بزاف بزاف بتأهل المنتخب الوطني وزعما الصراحه راه هذاك الشيء سانو تو شوكور فهمتي الصراحه. ايوا الله يسهل عليهم وان شاء الله نمشيو بعيد ان شاء الله. الأمان احنا فرحانين جدا بتاهلهم لانه احنا كعرب يعني بشكل عام وكفلسطينيين بشكل خاص بنفرح في اي نجاح مهما كان نوعه لاي دوله عربيه، وان شاء الله انه راح يكون فاتح على انتصارات جديده. خويا هذه خصها تكون فرحه ديال المغاربه كاملين، المغرب تاهلنا نلعبوا في كاس افريقيا العام اللي فات زقلنا داتوا لنا مصر، هذا العام ان شاء الله بغينا حنا نديه وبشي نتيجه مزيانه ان شاء الله. بعد ما تاهل المنتخب الوطني حسيت بواحد الفخر حيت كيمثل البلاد ديالنا، وكنتمنى لهم مسيره موفقه وان شاء الله يوصلوا للعالميه ويمثلونا كفريق وطني عالمي. فرحانين اليوم كمنتخب بلادنا كيشرفونا ونتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله. وخا ديغنيغ كوب الاخرى ما داروش ما كانش انجاز اللي هو مشرف، مي هذا العام ان شاء الله تكون شي حاجه مزيانه. فرحانين بزاف وتنتمنوا له التوفيق ومسيره موفقه ان شاء الله، وفرحانين بهذا التاهيل هذا اللي دار ديال كاس افريقيا، وتنتمنوا له التوفيق ان شاء الله ديما والله يكمل عليه بالخير ان شاء الله. انا كنتيق في الحياه ديالي المغرب، وصراحه انا كنتيق في المغرب وصافي، زعما واحد يوصل غيخبصلو لا بغاو يوصلوا راه يوصلوا. الشعور ديالك كشعورك كاع المغاربه بيان سور غادي نفرحوا، طونكو انا مغربي غادي نفرح بحالي بحال كاع الناس كاع المغاربه. وديجا المنتخب صافي زعما ان غون دوغي انه ما ربحش الكاميرون والبارح ربح، دونك مزيانه نتمناو ليه التوفيق فاش دابا تاهل للكاليفيكاسيون. نقدو نديو عندنا منتخب كاين عليهم اللعابه ديالنا كلهم محترفين، ما عندناش مشكل زعما في التركيبه اللعابه ديالنا شايفين فيهم. هادشي اللي داروا 2-0 بالنسبه للكاميرون ماتش زوين، وتنتمناو يبقاو هكا ديما، وراه غادي نجيبوا كاس افريقيا ان شاء الله. نتمنى من الله انهم يديوه، وان شاء الله بالتشجيع ديالنا حنا والدعوات ديالنا كنتمنى انهم يحققوا هذا النجاح ويستمر. كنظن انا ديغنيغمون زعما ولا فريمون ولا كيلعب واحد لو جو زوين سورتو في هدف لاكوب دو موند، دار زعما ان تخي بون جو، وان شاء الله تنظن انه زعما غادي يمشي بعيد ان شاء الله في هاد الكاليفيكاسيون ان شاء الله ديال لاكوب دافريك. غيديو ان شاء الله غيديو كاس افريقيا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.